تبرعت بشعري لأن أحس نفسي ليش الناس ما يقدرون يحصلون الشعر اللي ما عندهم شعر ويحسون شلون احنا حسينا ويا الشعر، فأنا قلت خلنا نتبرع بشعرنا وبنحصل أجر إذا نتبرع. من كان يتخيل أن حلم طفلة صغيرة بأن تتبرع بشعرها لأحد المحتاجين سيتحقق ويصبح مشروع إنساني كبير. كنت في يوم قاعدة يعني أشتكي أقول جدا أختي، فسمعتني بنت أختي عمرها 8 سنوات قالت لي خالتي أنا أبى أتبرع بشعري حق هاي الأطفال، وفعلا قصته وخلت عجفتها سنة كاملة ميودتها تقول لي خالتي متى بتبرع بها حق هاي الأطفال اللي عندهم فقدوا شعرهم سواء لأسباب مرضية نتيجة تصلع مبكر أو نتيجة مرض في فروة الرأس أو نتيجة علاج مؤقت مثل الكيموثيرابي حق علاج الأطفال المصابين بالسرطان. شيماء وايد رحبت بالفكرة ولأن عندها صالون قالت لي دكتور احنا بنتبرع بالشعر. وتستقبل العيادة يوميا أعدادا هائلة من المتبرعين. شوفي حبيبتي هذه الشعر مال يوم واحد بس، يعني يوميا أناي ألقى في المكتب هالكثر كمية شعر. قصيت شعري من زمان بس إنه ما سخيت أقطة، لما شفت الحملة قلت إنه يعني ليش ما أتبرع في شيء في ناس يستاهلونه يعني. شوفي هو أي شخص عنده شعر طويل يبي قصة ممكن يتبرع بشعره، الطول لازم يكون 25 سنتي. صبايا بياخذون الشعر بيعالجونه بيشوفون الأطوال، إذا الشعر اللي تبرع بقليل بيدمجون أكثر من شعر مناسب بيحطونهم في قبعات. طبعا بعيد الشر عنكم، الأفضل أكيد الشعر الطبيعي، لأن الشعر الطبيعي يعطيك اللي احنا نسميه natural look، يعني المريض بيحس براحة نفسية ويستخدم الشعر الطبيعي لأن ملمسه والمظهر ماله كل شيء مثل أي شخص طبيعي يعني.